Madam President, we look forward to working. نتطلع إلى العمل بشكل وثيق خلال رئاستك سيدتي. وأود أن أشكر سلوفينيا على رئاستها الناجحة للمجلس خلال شهر سبتمبر أيلول. أشكر الأمين العام غوتيريش على إحاطته اليوم. السادة الزملاء، بالأمس الحرس الثوري الإيراني أطلق 200 صاروخا باليستيا صوب إسرائيل. من المؤسف أننا تأكدنا من مقتل مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية. إيران أعلنت عن نواياها، أي الانتقام من قتل قائدين من الحرس الثوري الإيراني من خلال الإضرار بإسرائيل وإطلاق عمليات قتل. بفضل التنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة فشلت إيران في تحقيق أهدافها. هذه النتيجة لا تعني أن هذا الهجوم كان من شأنه أن يؤدي إلى الدمار والقتل، وهذه الأفعال تمثل تصعيدا كبيرا من إيران. هذا يعني أن مجلس الأمن ينبغي أن يتصرف الآن. أنا الأول لهذا المجلس أن يتحدث بصوت واحد. أنا للمجلس أن يدين إيران لهجومها غير المبرر على دولة أخرى، ولابد للحرس الثوري الإيراني أن يدفع الثمن. سيداتي وسادتي، إيراني كانت متواطئة في هجوم 7 من أكتوبر على إسرائيل من خلال التمويل ومن خلال التدريب ومن خلال دعمها للجناح العسكري لحماس. وبعد هجمات حماس المروعة التي شنت قبل عام، وجهت الولايات المتحدة الأمريكية رسالة واضحة لإيران: لا تستغل هذا الوضع بطرق يمكن أن تؤدي إلى اندلاع حرب شاملة في المنطقة. الحرس الثوري الإيراني وبشكل فاضح وبشكل متكرر تجاهل هذا الإنذار من خلال تشجيع الحوثيين في اليمن على عرقلة الملاحة في البحر الأحمر، ودعمت إيران المجموعات في سوريا والعراق، المجموعات التي تهجمت على القوات الأمريكية لمكافحة داعش، ودعمت إيران حزب الله بعد أن قرر نصر الله أن يفتح جبهة ضد إسرائيل بعد 7 من أكتوبر. لا شك أن دعم إيران للوكلاء في المنطقة قد ساهم بشكل مباشر إلى الأزمة في غزة وفي لبنان. في صلب جهودنا منذ 7 من أكتوبر، أو في الأحرى إيران دعت إلى بث الذعر ونشر الفوضى، هذا هو ما يرمي إليه الحرس الثوري الإيراني. إيران قد انتهكت قرارات هذا المجلس. للأسف علي أن أقول ذلك، الحرس الثوري الإيراني وحلفائه ينشرون البروباغندا والدعاية. قرر الحرس أن يطلق 200 صاروخا باليستيا صوب إسرائيل، وهذا القرار لم يكن دفاعيا بأي شكل من الأشكال. الحرس الثوري الإيراني لا يحمي إيران من هجمات من دولة أخرى، بل العكس، الحرس الثوري الإيراني كان يتصرف بتضامن مع حزب الله بعد مقتل نصر الله الذي قاد مجموعة إرهابية أيديها ملطخة بدماء الأمريكان والإسرائيليين. وأعتقد أن هذا مثال على دعم دولة للإرهاب تنتقم من مقتل إرهابي. هذا أمر لا يمكن الدفاع عنه وغير مقبول إطلاقا. من مسؤوليتنا المشتركة كأعضاء في هذا المجلس أن نفرض جزاءات إضافية على الحرس الثوري الإيراني بسبب دعمه للإرهاب وبسبب انتهاك الكثير والكثير من قرارات هذا المجلس. إذا لم يتصرف هذا المجلس، ما هي الرسالة إذن التي نوجهها؟ أخشى أن الصمت والتقاعس سيشجعان الحرس الثوري الإيراني على إطلاق هجمات مثل التي شهدناها مؤخراً، وستتكرر هذه المأساة مرة تلو الأخرى. السيدات والسادة، نلتقي في لحظة نشهد فيها خطر إقحام المنطقة بأكملها في حرب، وهذا يشمل لبنان. القتال المحتدم على مدار الأسبوع الماضي قد أدى إلى نزوح مليون شخص،
وأدى إلى مقتل العديد من المدنيين. نقر كذلك أنه لمدة عام تقريبا إسرائيل قد دعت بشكل متكرر إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701، حتى عندما شن حزب الله هجوما على الحدود أدى إلى نزوح اللبنانيين، وحتى عندما منع حزب الله الدولة اللبنانية من ممارسة سيادتها على طول الخط الأزرق. حتى في أعقاب الأحداث الأخيرة، إسرائيل تزال تدعو إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701. تحقيق هذه النتيجة من خلال العمل الجهيد، العمل الدبلوماسي، هذه هي أولوية الولايات المتحدة الأمريكية. نحن على قناعة تامة أن الحل الدبلوماسي على طول الخط الأزرق تماشياً مع القرار 1701 يقدم لنا السبيل الوحيد لضمان تهدئة التوترات بشكل دائم، وهذا سيسمح للبنانيين والإسرائيليين من المدنيين إلى العودة إلى ديارهم في أمن وسلام، إذ نسعى إلى التوصل إلى هذا الحل الدبلوماسي. نكرر دعوتنا إلى جميع الأطراف، دعوتنا إلى حماية المدنيين، نؤكد كذلك على دعمنا لبعثة اليونيفيل، ونؤكد أن جميع الأطراف ينبغي أن تضمن حماية أفراد اليونيفيل. السيدات والسادة، السادة الزملاء، نحن كذلك ملتزمون ببذل قصارى الجهود لإنهاء الحرب في غزة، حيث أن المدنيين الفلسطينيين كانوا عالقين في وسط إطلاق النار ويعانون من أزمة إنسانية مزرية لا تزال مستمرة، ولذلك نعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن فيما يتماشى مع القرار 2735. أحداث الأسبوع الماضي ينبغي أن توجه رسالة لا لبس فيها إلى قيادة حماس، فحماس لا تزال تستخدم الأنفاق تحت غزة. الرسالة هي أن حزب الله وإيران لن ينقذونكم، السبيل الوحيد للأمان هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار. علينا أن نضاعف الجهود للتوصل إلى حل دبلوماسي لضمان سلامة وأمن الشعوب في المنطقة بأكملها. طبعا لا شك أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم إسرائيل وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من حزب الله والحوثيين وحماس وأي وكيل آخر للإيرانيين. طبعا كيفية دفاع إسرائيل عن نفسها أمر مهم، نوضح أن التدابير ينبغي أن تتخذ للحد من الخسائر في صفوف المدنيين والإضرار بالمدنيين. كما أكد الرئيس بايدن بعد هجوم الأمس، الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل كامل كامل كامل، أفعالنا دفاعية بطبيعتها، ولكن أقولها بوضوح، النظام الإيراني سيخضع للمساءلة عن أفعاله، ونحن نحذر ضد اتخاذ إيران أو وكلائها لاتخاذ ضد الولايات المتحدة أو أي تدابير أخرى أو أفعال أخرى ضد إسرائيل. السادة الزملاء، هذه اللحظة محفوفة بالمخاطر وتمثل اختبارا لهذا المجلس. من الأهمية بمكان أن ندين بشكل قاطع هجمات إيران، من المهم أن نطالب إيران بوقف دعمها للإرهاب في المنطقة. الناس في إسرائيل وغزة والضفة الغربية ولبنان وفي المنطقة بأكملها يستحقون سلاما دائما، وأنا الأوان لهذا المجلس أن يخضع إيران للمساءلة عن إشعال فتيل الحرب. وشكراً.